بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن حاجة اسمها Terminal Functions والIntermediate Functions في الموضوع بتاع السيكونس. السيكونس في شوية Functions بتقوم بعمليات وFunctions بتقوم بعمليات تانية. لازم نفهم كويس جدا ان في حاجة اسمها Intermediate Operations او Functions، دي اللي بتريترن ليا سيكونس جديدة بناء على العملية اللي جواها، بتخليه السيكونس شكلها بقى جديد. ودي ما بتتنفذش، ما بيحصلهاش Execution خالص لغاية لما فانكشن من الفانكشن اسمها التيرمينال فانكشن اللي هي بتخرج دي وبتخلص دي تشتغل. في عندنا نوعيتين، هديك مثال في نوع من الفانكشن دي والفانكشن دي واوريك الفكره. عملت سيكونس اوف على طول كده على الطاير، عادل كحيل مهيمن، وقلت له فلتر. فلتر دي فانكشن بنستخدمها اهي، اوبريشن عاديه جدا على السيكونس. ولما بيحصل الفلتريشن او بيحصل الفلتر بيبقى فيه سيكونس جديده، صح ولا ايه؟ تمام. فقلت له برنت لاين الفلتر، يعني هيطبع لي كلمه فلتر وجنبيها هيطبع لي ايت اللي هي ايه الاليمنت الايتم او الاليمنت ذات نفسه. تمام، تاب كده بس سبيس وهطبع الايت لمجرد بس ان انا اشوف الايتم اللي شغال عليه. يعني هيطبع لي اول مره عادي لو ما يخش اول فلتر، بعد كده في ثاني مره وثالث مره مهم، وهرجع هريترن ترو لان لازم الفلتر، يعني لازم الفانكشن بتاعت الفلتر دي لازم يبقى فيها ايه، يا ترو يا فولس، يعني لازم تاخد كونديشن يا ترو يا فولس. فانا عملت بس سيمي كولون كده عشان يعني ياما نزلهم على سطور، يعني لو هتمشي على اكتر من امر ورا بعضهم لازم يكون منفصل ما بينهم بالسيمي كولون، او اكتر من سطر تحت بعض من غير سيمي كولون مفيش مشكله، او بالسيمي كولون برضه مفيش مشكله. فالفلتر ده في حد ذاته، قبل ما اكمل، الفلتر ده انترميديت فانكشن لان دي هتريترن ليا فانكشن، هتريترن ليا سيكونس جديد، لان طبقا للديت هترجع لي سيكونس جديده. طبعا انا مرجع كله ترو، فهترجع عادل وكحيل ومايمن، انا مرجع كله ترو، مش عامل فلتر بقى مثلا يكون زاوي يكون فرد يكون اوله كذا اخره كذا، ماشي. لكن الفور اتش دي بقى دي تيرمينال فانكشن، فتيرمينال فانكشن او تيرمينال اوبريشن، فالتيرمينال اوبريشن بتشتغل، هي بتشتغل. فالفلتر ما بيتنفذش غير لما يجي مين الفور اتش، خلاص. يبقى كل الانترميديت اوبريشنز اللي هي بتاثر ما بتشتغلش الا لما ايه، الا لما التيرمينال اوبريشن تبدا تشتغل. فالفور اتش في حد ذاتها Terminal play operations دي نهائية هتخلص، أما الفلتر دي هتطلع لي هتعمل عمليات وتطلع new ايه new sequence، فدي بتستنى، ودي مهمة جدا في عملية كل ده في الباك جراوند، مهم جدا لأنه بيسرع العملية جدا والتنفيذ. فعملت كليك كمين وعملت run زي ما نلاحظ كده بقى مع بعض، فلتر على عادل for each عادل، فلتر على كحيل for each ايه كحيل، فلتر على مهيمن for each مهيمن. يعني من الاخر الفلتر ما اشتغلش غير لما فور اتش هتشتغل، لكن مش الفلتر اشتغل وبعد كده فور اتش اشتغلت.